السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شخباركم؟ لاباس عليكم. شفت لكم قصة واقعية اللي ممكن ناخذ منها كلنا العبر، كلنا العبر الحمد لله. كانوا واحد البنت والولد كانوا تيتحبوا في المدرسة، حب ديالهم صغير من التلبيت المدير والحارس العام، كل شي كان تيعرف بقصة ديال الحب ديالهم. ديما هما بجوجهم ديما تيحبوا بعضياتهم ديما تيحبوا بعضياتهم، شدوا الباك ديالهم. الولد لاباس عليه، الولد من عائلة كبيرة، البنت ناس مدراوش، ناس مساكين الله يحشرنا معاهم ان شاء الله. المهم بدات تسمع الخبر العائلة الولد انه على علاقة ببنت فوفرية مسكينة ما عندهمش، وداكشي الناس فقراء بسطاء درجة كتيرة. المهم حبهم جميل، أتمنى من كارت بوستال تصيفطو لبعضياتهم وتكتبوا كلمة حب وعشق بيناتهم. الولد من ساقو والديه الخبار بدا يتبدل على البنت، بدا يتبدل عليها، هي حسات بدا داكشي، حسات بيه، حسات انه بدا يتبدل بيها، يتبدل عليها. نادو الشياطين اللي هما الكتار، هادو الشياطين اللي عاتي وزوجو ليها في دماغها، سيري ديري لي، وعلاش دي تسميتي على قبله وتسميتي وهذا وهذا، ما باقي حتى حد يسول فيك، ما باقي حتى حد يديها فيك، كل شي عارفك مع فلان، كل شي عارفك مع هذا. خرجت هي وياه دوات معاه، قالت لي بنت عافاك نتكلم انا وياه، راه العائلة ساقو الخبار وخليني انا دروك عادي ندير جهدي وكثر من جهدي. من بعد شويه قلت لا ما نشوف، للاسف الشديد عطاتو دنيها البنت، عطاتو دنيها للناس بزاف، هاي الشياطين اللي كاينين. زيدي نتك عندها السحاره، وزيدي نتك عندها دي راه ضربتها قبطله الموت، سكت ما تهضرش وتوافق عليك با كذا، ومثال خواتاتو عنده خواتاتو ولد واحد. زيدي نمشي وزيدي وزن الود امر من السحر، قعدو تيزنو عليها تيزنو عليها. البنت مسكينه شافت راسها تطيح، عطات راسها للسحارات والشوافات وداكشي، مشات معاهم بدات تتمشي، بدات تطرش، وهادشي شفناه وتعاود لينا وشفناه. المهم بدات تتمشي تطرش في باب الفيلا ديالهم وفي باب الرياض ديالهم في المدينة وداكشي. وهادي ما وحدة سحارة تتلوحها، المشعوذة تتلوحها وحدة كتر منها، قالت لها خصكي توكليهم. والولد تيدير جهدو كتر من جهدو باش يتزوج بيها. شو سبحان الله العظيم، الزربة ديالتنا حنا فين تدودينا، خطر. المهم مشات قالوا لي عادي تجيبي داك ما عرفتش شنو هذاك الشيء، شوفي كي تدخلي وادي توكلي هاد الشيء اللي يدخل عندهم، وهاد الشيء ماكله لهذوك البا والمو خواتاتو، خواتاتو كبر منه ياكلوه غادي يوافقوا عليه. تصرفات العيالات حنا راه لا اله الا الله، الله يسمح لينا وصافي. تصرفات ومشات ودارت المستحيل انهم باش قالوا هذاك الناس هذاك الشيء، مشات عند شي وحده حتى هي ان شاء الله، وتتم ان شاء الله غدا ان شاء الله.